خطوات عمل الأرز. هناخد مع بعض خطوات عمل الأرز هتكون إزاي. في البداية أغسل الأرز جيدا زي ما احنا شايفين في الصورة، فاتحين الصنبور وبنغسل الأرز جيدا. في البداية أغسل الأرز جيدا بالماء رقم 2، وبعد ذلك ضعه في إناء الطهي. بعد ما غسلته كويس هحطه في الإناء اللي أنا هسويه فيه. طيب رقم 3، ثم أضف إليه الزبد والملح. رقم 4، أضف الماء. رقم 5، وأخيرا أحركه وأتركه ينضج. يبقى في آخر مرحلة أنا بحرك الرز الأرز بتاعي وأسيبه شوية علشان ينضج ويستوي. طيب إيه اللي استفدته أولاد من قصة الأرز؟ اللي استفدته إن أنا عندي مجموعة كلمات بستخدمها في القصة. عندي الإناء اللي هو الوعاء اللي أنا بستخدمه في عمل الأرز. كمان عندي كلمة أضف يعني أزيد، كلمة أضف عندي يعني أزيد. طيب عندي كمان إيه يا أولاد؟ عندي كمان كلمة ينضج يعني يستوي. حروف العطف. حروف العطف بستخدمها في إكمال وإتمام الجملة. إيه هم حروف العطف عندي؟ عندي الواء والفاء وثم وأو، بس إحنا مش هناخد أو، هناخد التلاتة دول بس، الواء والفاء وثم. طيب إيه لازمة يا ولاد التلاتة؟ هم التلاتة شبه بعض ولا إيه؟ تعالوا نشوف. عندي الواء بتفيد الربط، بتفيد يعني معا، حاجة داخلة مع حاجة، هما الاتنين معا. أو أضفت حاجة مع حاجة، هما الاتنين في وقت واحد، يبقى الواء بتفيد الربط. طيب الفاء عندي بتفيد إيه؟ بتفيد السرعة، يعني الحاجة بتلي الحاجة بسرعة. ثم بقى يا ولاد بتفيد التراخي أو البطء، يعني الحاجة ببطء، بتتعمل الحاجة الأول وراها حاجة تانية عملتها ببطء. تعالوا كده نشوف. دخل أحمد ومحمد الفصل. دخل أحمد ومحمد الفصل. طب ايه يا ولاد؟ هما الاتنين دخلوا مع بعض، برافو عليكم، هما الاتنين في وقت واحد اجتمعوا، هما الاتنين ودخلوا الفصل في وقت واحد. دخل باسم وبسمة الى المنزل، يبقى هما الاتنين ماسكين ايدين بعض ودخلوا في وقت واحد. طيب تعالوا نشوف المثل التاني. سافر تامر فزوجته الى الاسكندرية. يعني تامر هو اللي سافر الاول وبعديه بسرعة سافرت زوجته، يبقى تامر هو اللي في الأول سافر وراه بسرعة سافرت زوجته. زي ما أقول أتى القطار فركبت بسرعة، يعني القطار وقف وأنا رحت ركبت بسرعة، يبقى هنا الفاء بتدل على السرعة، سرعة الأحداث. الواء بتدل على إيه يا أولاد؟ قلنا على الاجتماع أو معا، بتفيد الربط، يعني إيه؟ الحاجة الأولى بترتبط بالحاجة الثانية في نفس الوقت في نفس الزمن. الفاء بتدل على السرعة. نشوف ثالث حاجة من أدوات العطف، من حروف العطف. ثم دخل محمد ثم أحمد إلى الفصل. دخل محمد الأول بعديه بشوية دخل أحمد. بتفيد التراخي أو البطء في الأحداث، زي مثلا تناولت الطعام ثم ذهبت إلى المدرسة. تعالوا كده نشوف الأمثلة اللي عندي. أضفت للأرز الملح والزبد، هما الاتنين في وقت واحد حطيتهم في الإناء. طيب يبقى هنا بتفيد إيه؟ الربط، معا، هما الاتنين حطيتهم في نفس الزمن. تناولت السلطة فلح، كلت السلطة في الأول وبعديها بسرعة رحت أكلت اللحم في نفس الوقت في نفس الزمن، دي بتفيد السرعة. تناولت الطعام ثم ذهبت إلى المدرسة، تفيد التراخي البطء، أنا تناولت الطعام بتاعي وبعدين رحت للمدرسة. خلاص يا أولادي، يبقى ثم هنا بتفيد إيه؟
بتفيد التراخي أو البطء في الأحداث. هناخد مع بعض وصفة عصير الليمون. الوصفة عصير ليمون بالنعناع. طيب نشوف مكونات الوصفة دي ايه. عندي ليمون، ماء، نعناع، مكعبات ثلج، وكمان سكر. هعمل الوصفة دي ازاي؟ هنضيف يا ولاد حاجات للليمون. عندي مجموعة من الكلمات: نضيف، نسكب، نشغل، نزين، نضع، نصفي، نحضر، علشان نستخدم الكلمات دي في تحضير الوصفة. تعالوا كده هنشوف الوصفة هتكون ازاي. اولا جبت الخلاط بتاعي، احضرته، هحط فيه ايه يا ولاد؟ هحط فيه الاول الماء والسكر. هحط فيه ايه؟ هضع فيه الماء والسكر. طب تعالوا كده نشوف. نحضر الخلاط الكهربائي. برافو عليكم. هنختار من عندي هنا من كلمات الوصفة كلمة نحضر ونكتبها: نحضر الخلاط الكهربائي. طيب الجزء اللي تحتيها نقط الماء والسكر. نضع الماء والسكر فين؟ في الخلاط الكهربائي. ننتقل لرقم 2، ثم نعمل ايه؟ هنضيف، ثم اضيف الليمون. وايه يا ولاد؟ نضيف ايه؟ الليمون وورق النعناع الاخضر. نشوف رقم 3، بعد ذلك نضع مكعبات الثلج. ونعمل ايه؟ ونشغل الخلاط الكهربائي 3 دقائق. نشوف رقم 4، واخيرا هعمل ايه في اخيرا يا ولاد؟ نصفي الخليط، بعدين هعمل ايه؟ نسكبه في كوب. رقم 3 فيها في اخر نقط نزين العصير بالليمون بشرائح من الليمون، نزينه بشريحة من الليمون. وبكده انتهت الوصفة بتاعتنا. يبقى الوصفة عندي بتتكون من: اسم الوصفة عندي عصير ليمون بالنعناع، مكونات الوصفة، ثالث حاجة الطريقة اللي أنا بمشي عليها وبعمل بيها الوصفة.